هنادي صالح اليافعي مدير عام سلامة الطفل. اليوم تم تكريم 23 شاب وشابة من الذين تم تمكينهم من سفراء الأمن الإلكتروني. هذه المبادرة انطلقت في عام 2019 واستمرت لمدة ما تقارب 5 سنوات. لكل طفل من هؤلاء الحين أصبحوا شباب طبعاً، لهم هدف لأنهم يقومون بنقل المعرفة لأقرانهم بما يختص بسلامة الأطفال على الإنترنت. نحن نحرص بإدارة سلامة الطفل على تمكين هؤلاء الأطفال والشباب واليافعين بأهمية تعزيز الوعي والتصرف بشكل آمن عند استخدامهم لهذه المنصات اللي هي تابعة للتواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات مثل الألعاب وعلى الإنترنت بشكل عام. ولاقت هذه المبادرة نجاح كبير، نشكر الشركاء الذين كان لهم دور كبير في تمكين الأطفال معنا.